بالنسبة للرئيس فايز سراج الحالي يتخبط في اتخاذ قراراته، بنقول شيء واحد انه هو جسم غير شرعي. حاليا بعد الاحداث اللي في بنغازي والحمد لله والانتصارات اللي صارت، الاجسام الشرعية اللي هي محترف بها هي مجلس النواب، الحكومة المؤقتة والمؤسسة العسكرية، فياريت السيد السراج يلتزم انه هو للان لم يمثل امام الجهة الشرعية اللي هي البرلمان، وكل القرارات اللي اتخذ فيها هي قرارات غير محترف بها قانونيا. قرارات السراج غير قانونية وغير مشروعة وغير مقبولة ومرفوضة من جميع. قرارات السراج من ناحية قانونية تحكي انت، اول حاجة هو اصلا حكومة منبثقة من لا من الشعب ولا من مجلس النواب، وانا وافق عليه. وبعدين تعال الاخر قصة داره هو اللي بتاع الغارات اللي في جنوب سبها، قال غارات امريكية، ما نطلعوا الامريكان قالوا مش شورنا. وكان اول امس يوم تهرير قوارشة كان تبعت نعمان بن نعمان، طبعا عنده معلومات، الرجل هذا وطني وعنده معلومات كويسة، قال ان الغارات هذين غارات فرنسية اصلا مش امريكية، على اي اساس يكذب علينا للدرجة هذه؟ نحن مضاحك، هو حكومة اصلا ما حد معترف بها. والله هو كون سراج انه هو مش محترف به، يعني مش محترف به الشعب الليبي كله، والحكومة محترفة بها حكومة البرلمان، والقرارات اللي يتخذ فيه نفسه، يعني اي واحد من الشعب الليبي يقول لك هذا ما يمثلنيش، يعني الا فيها معينه معاه هو بس يمثل السراج وقرارات السراج بس. وهذا هو الوضع اللي قاعد في ليبيا، يعني نحن المنطقه الشرقيه وفي ناس من المنطقه الغربيه، يعني اكثر من نص المنطقه الغربيه محترفه بالبرلمان وبالجيش، يعني ما فيش اي قرار يعني يتخذ السراج كان كويس اصلا هو، يعني حتى لو كان هو قانوني او غير قانوني، فقراراته يمكن يعود على نفسه، وما فيش حاجه تعود على الشعب الليبي. هي حكومة غير شرعية، وأي قرار ينتج عنها غير شرعي. وأنا كمواطن ليبي مجلس النواب يمثلني مجلس النواب والقيادة العامة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. هو بديل، يعني بديل جيد ووسيلة تستعمل في كل الدول الأوروبية حاليا. ما فيش حد بيشيل النقود في جيبه، ما فيش حد بيشيل فلوس في جيبه، يعتبر خطر انك انت تشيل فلوس في جيبك. فالبطاقة الإلكترونية المفروض تعمم وتوسع استعمالها، الناس المفروض ما عادش تشيل فلوس، يعني كمية الفلوس اللي تكون في جيبه ما يزيدانش عن 20 جنيه، حاجة للحاجات الطارئة. لكن الباقي كل الوسائل اللي كل المشتريات المفروض تكم بالبطاقة الإلكترونية. نعتقد أن هي فعلا وسيلة جيدة وممتازة، والمفروض تعمم، والمفروض نطلع من عملية النقد الورقي هذا اللي درنا في مشاكل بالنسبة لنا. هذا النقد الورقي ثمنه غالي، يعني احنا لما بنطبع ما يطبعش مجانا، الورقة تكلف مبلغ، الإضافة لأن هي عملية استعمالها بالني وعملية عدم استعمالها بطريقة جيدة بسبب في التلف متاعها بسرعة. فأنا أعتقد أن لو استعملنا، لو عممنا البطاقة الإلكترونية بطريقة جيدة، هذه أحسن وسيلة نبعد منها عن الدفع اللي حاليا الطريقة العملة الورقية اللي تدير لنا في مشكلة حقيقية. والله كويس، تقريبا حل مشكلتنا في الأيام هذين بصراحة، يعني هو لا نشوف فيه ممتاز، يعني لا تشيل بجيبك فلوس ولا شيء، عبارة عن بطاقة تجي تقدمها وتاخذ حاجتك. لكن مانيش عارف النسبة اللي ياخذوا فيها المصرف على هالمعاملة هذه كم، يعني هل هي كبيرة صغيرة؟ الله يعلم. والله ماني عارف بصدق، يعني حتى تو تبي تطلب كشف حساب باش تشوف القيمة اللي ياخذوا فيها الخاصم العمولة هذه كم، ما تعرفش. أكيد 100% أشهد بالله وفق. أنا ولا أشهد بالله مصرف، يعني حد الأدنى في المصرف شهري 400 جنيه الواحد، يعني نهاية الشهر قلت روحي ما عندي شيء، قعدت من السوق للسوق تحت السوق، هذا مصرف الواحدة طبعا. أشهد بالله حل أزمة، يعني حل أزمة بصدق بصراحة، حل 100%، ويا ريتها يقعد، يا ريتها يستمر. يعني هذا في مرحلة التقدم، يعني الكارت الإلكتروني بعد ما تتعب تصفي طابورك في المصرف ولا تعدي تسحب بطاقتك أمتى ما تفطر لك في الليل، كارتك في جيبك، وبدل ما تقدر تشيل معك فلوسك
قررت نشر بالله حل الأزمة. بالنسبة في الفترة هذه يعني يعتبر حل ممتاز جدا والله، حل أزمة للناس واجدة يعني وحل لهم مشاكلهم يعني. أنا والله شو نقول لك، يعني كان حل بالنسبة لنا يعني، بدل ما تمشي للمصارف وتاخذ نهارك كله قاعد مصبي في طابور ولا مصبي، جيل للسوق وتاخذ اللي تبيها يعني، ما فيش أي مشكلة. اللي في المشهد حاليا كلهم يطلعوا انتخابات مبكرة، لينهم فاشلين كمجلس النواب، مجلس رئاسي، لجنة الدستور، هذوما كلهم فاشلين، يطلعوا بأي شكل من المشهد حتى لو ردينا مؤتمر شعب العام، والله بصدق يعني حقيقة، بانتخابات مبكرة بأي طريقة، بمجلس عسكري، معلش يعني، أنت تشوف يعني وضع المواطن متأزم مزبوط ولا لا؟ تمام ولا لا؟ أبنائنا يوميا، غريب الشعب اللي بيتحمل في حاجات ما مرنش في التاريخ، ما في شعب تحملهم. أبنائنا يوميا، من اللي يقصفوا في بنينا بالصواريخ؟ من اللي يقصفوا اليوم مستشفى الجلاء بصواريخ ولا بسيارة؟ منهم هذوما الليبيين؟ يعني يتطلبوا إذا كانوا هم عندهم ضرة من الخجل ومن الإنسانية يطلعوا من المشهد. شنو مرتباتهم 50 و60 و70 ألف جنيه ورزق لي مليارات ليبيا بالكامل انهبوهن بالإثباتات وبالدليل، والمواطن مش لاقي ما يأكل، نشحت ونجلب البطاقات وبالهني. هذا كله كلام سهل، نحن حتى في العقيلة ما موتنا، الأزمات المادية والله حاملين، لكن الموت هو اللي مش حاملين له. فهذوما إذا كان عندهم ضرة إنسانية، وإذا كان هم، أنا نحكي لك أنا حفيد مجاهد، ما زيدش عليه حد، أنا حفيد مجاهد تمام؟ إذا كان هم حاسبين حساب الشعب الليبي يطلعوا من المشهد يلموا أرواحهم ويطلعوا كلهم بدون استثناء إلا العسكرية اللي قاتلوا. أنا مش كان منطقة بنينة وشفنا معاناة، ليلات يا أطفالنا يقصفوا بصواريخ جرات، قسما بالله العظيم، ليلة على يميني جار اللي على يميني، الليلة اللي بعدها جار اللي على يساري، قلت لهم الليلة اللي بعدها معناها أنا. الموت حق، لكن هذول أطفال، من المسؤول على الكلام هذا؟ فحقيقة مجلس مش راهو عن صعيد الشخصي كنا لهم كل احترام، لكن على الصعيد العملي والسياسي حقيقة مجلس النواب، المجلس الرئاسي، المؤتمر الوطني، هذوما يطلعوا لأنهم فاشلين ولأنهم يبدو أنهم ما في نظام حقيقة. المؤتمر الوطني مش انتهى الانتخابات وطلع بانتخابات، تتردد فوضى من جديد معقولة؟ انت شنو؟ حتى الحوار السياسي كان المفروض مع الأعضاء المقاطعين مش مع المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني انتهت صلاحيتك، مجلس النواب توه حاليا انتهت المدة نتاعها، لجنة الدستور بالله عليك المرتبات وميزانيات وكذا وهني لأن توه ما داروا شيء. أي واحد يحل المشكلة؟ إن الشعب الليبي قاعد تشوف الموقف نتاع حكيت الحليب اليوم ب4 جنيه، بكرة ب5 جنيه، بعدها ب7 جنيه، والدولار توه ب7 جنيه ممكن ماشي ل10 جنيه، فقاعد المواطن هو الضحية بصدق وبصراحة. وأنت تشوفه بالأسواق الحمد لله وكلكم ليبيين وكلكم تشوف الواقع. صح ولا صح؟ فأنا يعني نشوف كيف ما تقول كيف النواب والمسؤولين هذول ما فيش واحد يحرك ساكنة، ليش؟ شنو السبب؟ ما عادش فهمنا يعني من المسؤول؟ من تو يم القذافي يدور في المسؤول ما لقوش، أنت ينعد القذافي وتو نفس الكلام، من المسؤول؟ ما عارف. انتخابات جديدة قصدك جدد وغيروهم؟ ولا حتعب الشعب كتاب صدقني. حنتعب أخرى حينتخب من جديد حتى غير بعد نقعد كما أحكي لما نحن بسم الله ينتخبوا رئيس دولة، خلينا انتخابات جديدة نحن نبدأ على رئيس دولة جديدة، ريح انتخابات جديدة وحكومة جديدة وتغير بلاد، ونحن نسوي لنا كم 6 سنين ودنا شيء ما درش حل بك. خلينا نتمنى نحن من الدولة ننتخبوا رئيس دولة وانتي قصتهم الوضع، انت حقيت وضع البلاد بوحة، انت حقيت يمشي نساير ومشي نساير، ان شاء الله ربي يفرج البلاد تبين بين. هن الانتخابات بصفة عامة يعني المفروض يكون في انتخابات، لأن باش تمشي البلاد وينتخبوا هذه الانتخابات. أكيد هذه مع انتخابات جديدة إن شاء الله. غير راضي على الناس اللي المشهد السياسي حاليا؟ لا راضي عليهم أنا، لكن شنو ضروري في انتخابات؟ مع التغيير للأحسن يعني.